هل لو في جمهور كتير ده بتحملك مسؤوليه اكتر ولا بتبقى خايف؟ لا هو حضرتك يعني بص يا كابتن مصطفى الحضور الجماهيري عايزك وانت لعيب شقين ممكن ياخد منك اول دقيقه دقيقتين رهبه لحد ما تاخد على الجو خلاص خدت الجو مشيت خلاص مع استمرارك الجماهير دي خلاص منك مش سامح حاجه طيب له جمهور ولا بدون جمهور؟ لا الجمهور يعني مش عايز اقولك استمتاع طب ولما الجمهور بيزوم على الحكم في الملعب ده يبقى انا بقى ما اكون صح ويزوم اكن آه. مطرب والناس بتقول له الله انت بتاخدها كده اه طبعا اه ما بتاثرش ممكن الحكام يتاثروا بيها لا في ده مع ده بقى حسب شخصيه كل ده واحد ده بص حضرتك في التقرير في حته في الفيفا يقول لك إنفلونس التاثر امم هو ده بقى يعني انت جيت على نقطه مهمه قوي في التحكيم يا كابتن مصطفى الحكم الديجري بتاعته او الليفل بتاعه الكاتيجوري بتاعه آه. بيبقى على مدى التاثر فيه مم. في حكم تلاقيه ممكن في الدقيقه ماتش بيبقى صعب جدا انطرد ومغلوبين واحد 0 والفرقه صاحبه الجماهير وبيلعب ولا فرقه معاه وبيلعب صح ما تاثرش من الضغوط والصراخ والحاجات دي كلها ده حكم بيبقى في كاتيجوري تاني خالص آه. هو ده بقى التأثر ليه دور كبير في التحقيق طيب. مين اللي